مرحبا. استكمالا لمواضيعنا عن فن التعامل مع المريض، راح نتكلم عن موضوع حساس جدا ومهم، هو أحقية المريض بمعرفة خطورة مرضه وهو اللي يقرر مصيره. وهل للأهل دور أنه يمنعون الطبيب من توصيل المعلومة للمريض أو لا؟ طبعا نعتبر هذا من الحقوق الشرعية إذا كان الإنسان مؤهل عقليا ونفسيا وبالغ أنه هو يقرر مصيره وهو يعرف خطورة مرضه، ولازم الطبيب يمتلك الثقة والمؤهلات اللازمة أنه يوصل للمعلومة بطريقة ما تأذي ويحاول يعطي أمل حتى لو كان ضئيل بالشفاء. بهالطريقة هذه راح ندعم نفسيته وراح يساعدنا بالعلاج، وراح يكون دور الأهل هو الداعم والساند للمريض. وأتمنى لكم الصحة والسلامة. شكرا جزيلا.